يتنزه غوركي للراحة والاستجمام. إنه لواحد من أكبر المتنزهات ليس في روسيا وحسب، بل والعالم أجمع. تم تشييده في عهد الاتحاد السوفيتي تنفيذاً لنص الدستور الذي يؤكد على حق الإنسان ليس بالعمل وحسب، بل وبالراحة أيضاً. إذن إنه أول متنزه مخصص للطبقة الكادحة. هذا العدد الكبير من شبابيك التذاكر كان مخصصاً لأن يستوعب عدداً هائلاً من الناس الذين بالفعل كانوا وما زالوا يترددون على متنزه غوركي. زوار متنزه غوركي يمكنهم الوصول إليه مشياً خلال دقائق معدودة، إما من محطة مترو بارك كولتوري أو من محطة مترو أكتيابرسكايا. النمط الرائع الذي صمم على أساسه هذا المتنزه يتفق وفخامته، إذ تبلغ مساحته أكثر من 100 هكتار. المتنزه مقسم لقسمين، الأمامي الذي هو عبارة عن مدرجات وطرقات وشرفات مزينة بأناقة وذوق رفيع، والخلفي الذي هو عبارة عن غابة رائعة خلابة. لدى دخولك إلى متنزه غوركي لا محالة، ستلفت انتباهك فوراً هذه النافورة. اليوم الرياح قوية جداً، ولذلك لن تجد في هذه النافورة أحداً سوى البط. ولكن في الأيام الحارة يمكنك أن تجد هنا ليس البط وحسب، بل الأطفال والكبار. أينما نظرت ستجد أمامك هواة الرياضة ونمط الحياة الصحي، فهنا كل شيء صنع ونظم بطريقة تجعل الرياضة بمختلف أنواعها متاحة أمام الجميع. ففي هذه الناحية من المتنزه توجد طاولات التنس المجانية والتي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار. أما هنا فيتجمع هواة كرة الطائرة، فقد تم جلب الرمل الأبيض إلى هنا وفرشه على أرضية الملعب لخلق أجواء مشابهة لتلك التي نعيشها على شاطئ البحر. فضلاً عن ذلك، تقام هنا في الهواء الطلق دروس لليوغا، وبالطبع الفتيات بمختلف أعمارهن يعشقن المشاركة فيها لما تمنحه من رشاقة جسدية وهدوء روحي. أما محبو العدو فيوجد هنا نادياً خاصاً بهم، وكل مساء تجدهم يركضون في أرجاء المتنزه وعلى الطرقات على ضفاف نهر موسكو. إذا جعت خلال رحلتك في عالم غوركي، فأمامك خيارات كثيرة من المأكولات والمشروبات الطيبة، حيث تنتشر على أرض المتنزه مقاهٍ ومطاعم عديدة تلبي أذواق الزوار على اختلافها. كثيرة هي المأكولات اللذيذة هنا، لكنني أفضل الفطائر الروسية. خلال نزهتك هنا يمكنك أن تتوقف في أي مكان للراحة، فالمقاعد في غوركي لا تعد ولا تحصى. المتنزه يطل على نهر موسكو ما يزيد من جماله، ومن هنا يمكنك أن تنطلق في رحلة مائية على ظهر باخرة. من هنا تنفتح أمامك آفاق جديدة من فرادة المتنزه وروعته، وكأن نهر موسكو يعزله عن ذلك العالم الآخر، عالم المدينة وصخبها. وعلى تلك الضفة المقابلة يمكنك أن تتأنى من ضفتك أنت الهادئة على المباني القديمة والكنائس الصغيرة التي تتألق على أطرافها. أما مياه نهر موسكو فدون أدنى شك ستضع بصماتها الأخيرة في هدوئك النفسي.
في أي متنزه في العالم يمكنك أن تجد مكوك فضاء حقيقي. ثق بي، فقط في متنزه غوركي. مروراً بالضفة ستجد طائرة ضخمة، إنه مكوك الفضاء الروسي المسمى بوران، فبعد تعطله قررت السلطات السوفيتية نصبه هنا. وتحت أجنحة بوران يوجد مكان صغير لمحبي ركوب الدراجات. في هذا المكان يمكنك أن تستعير أي نوع من الدراجات. أما أنا فقد اخترت هذه. المتنزه يشد زواره ويخرجهم من عالم المدن والزحام ويأخذهم إلى عالم الطبيعة والراحة والهدوء، كل ذلك بفضل مختلف أنواع الأشجار والزهور التي يتألق بها المتنزه وحديقة نيسكوشني، أي الحديقة غير المملة التي توجد في الجزء الخلفي من المتنزه، وهي حديقة ضخمة أشبه بغابة. لدى دخولك إلى الحديقة ستجد أمامك بعض خطوات معدودة الجسر الرومانسي الذي يسمى كذلك بجسر الحب. وفقاً للأسطورة التي انتشرت في القرن 17 فإن أي عاشقين يمران فوق هذا الجسر وهما يمسكان يداً بيد ويقبلان بعضهما فإنهما سيبقيان معاً إلى الأبد وسيحظيان بالسعادة والحب. فإذا أردتم أن تؤكدوا على مشاعركم فأهلاً بكم في حديقة نيسكوشني. على الرغم من أن الحديقة تتواجد في وسط العاصمة إلا أنها بقيت كما هي عليه منذ تواجدها في هذا المكان، فلم تغير بها اليد البشرية شيئاً. فنعم، غابة صغيرة في قلب موسكو. أما وجود بعض الحيوانات الأليفة هنا فكثيراً ما يرسم البسمة على وجوه الزوار صغاراً كانوا أم كبار. فضلاً عن الأغنام توجد هنا أرانب برية أيضاً. في رحاب الحديقة يوجد مبنى خشبي صغير، إنه نادي هواة لعبة الشطرنج الذي يحظى بشعبية كبيرة لا سيما من قبل ذلك الجيل الذي كبر وترعرع في أحضان الاتحاد السوفيتي السابق. عمر نادي محبي الشطرنج هذا يبلغ من العمر نحو 80 عاما، الأمر الذي يتبدى من عمر زواره. كل شيء هنا يكمل بعضه الآخر، وكل ذلك معا يصنع قصة رائعة تجتمع فيها السكينة والطمأنينة من جهة والمرح والسعادة من جهة أخرى. أنا اشتريت هذا الكيس من البندق ولكن ليس لأن آكله، بعد لحظات ستعرفون لماذا. السناجب هنا ذكية جدا وهي تدرك كل الإدراك أن هذا البندق مخصص لها. أما إذا كنت من أولئك الكسالى الذين يعشقون الغوص لساعات في شبكة الإنترنت، فهنا على ضفاف البحيرة الصغيرة توجد مقاعد مزودة بمقابس مخصصة لشحن الكمبيوترات، بالإضافة إلى شبكة مجانية للإنترنت اللاسلكي. ولكن إذا كنت من محبي الحركة، فجولة بالزوارق والدراجات المائية في البحيرة ستكون في محلها. مساء الأجواء تبدو في غوركي أكثر رومانسية، إذ تتزين ضفة نهر موسكو بالأزواج الراقصة. إنه لشعور رائع، أنصح الجميع بالقدوم إلى هنا للرقص. Yes, sir.
العشاق والمغرمون هنا كثر، فإن كنت منهم وأردت أن تكون وحدك مع من أحببت تحت نجوم السماء وضوء القمر، فلا بد لك من أن تذهب لمشاهدة فيلم سينمائي رومانسي في الهواء الطلق ملتفاً بغطاء دافئ في رحاب الطبيعة. أما الآن فنعود إلى النافورة. نعم، إنها نافورة موسيقية وضوئية وغنائية في آن واحد، وكل مساء صيفي ترقص مياهها على أنغام الموسيقى الرومانسية مرتدية بذلك أجمل ألوان قوس قزح. الأمسية في متنزه غوركي بالكاد قد بدأت، والليل لا يزال طويلاً أمام الزوار، أما نحن فقد حان الوقت لعودتنا. كانت معكم من متنزه غوركي رانيا دريدي.